أحبائي، سعيد مساكم، مساء النور عليكن وعليكم. بونسوار تو الموند. أتمنى يلقاكم هذا الأوديو في أوقات جميلة. حبيت نجاوب أجوبة متفرقة على بعض الأسئلة الموجودة على آخر المنتدى بسرعة. أجوبة ضرورية، أفكار في الحقيقة ضرورية حبيت أمررها للناس التي تريد التغيير، مش الناس المتحجرة. في ناس كثيرة بحثت لي أسئلة عميقة بعد أوديو العلاقات الكرمية. رح نجاوبكم اليوم. أولا، قبل ما ننسى، بالنسبة للأوديو اللي حطيته حول الغفران وحول الكذب، إذا تذكروا في أوديو الكذب كنت بديته برسالة السائل، وقلت وهو قال في رسالته أنه يحبها. كلمة الحب ما لازمش تمر عليها مرور الكرام. هو قال لي في بداية الرسالة أنه يحبها، قال أنا أحبها بجنون، مش حب عادي يعني. ففي شيء اسمه لا توليرانس. لا توليرانس هذه كلمة طبية تقال على الناس اللي ما يحملوش بعض الأدوية، أو ما يحملوش بعض المضادات الحيوية، أو ما يحملوش بعض الأمور. لما إنسان يكون عنده إنان توليرانس، اللي هي عادة متحمل شيء ما، نقول عليه بلغة الطب، نقول عليه ان كور نون توليران، جسم لا يتحمل، أو فيلنيرابل، جسم ضعيف. هذا المعنى أنا راح نطبقه على الناس العادية في الحياة النفسية. لما يكون إنسان ما يقدرش يتقبل الشخص الآخر، أنا بالنسبة لي هو إنسان نون توليران، إنسان لا يتحمل، ما عندهش أسي دينيرجي بو أكسبتي لوتر، ما عندهش طاقة كافية أنه يقبل الآخر مثل ما هو. منذ زمن وأنا أقول لكم ابتعدوا عن الأحكام، ابتعدوا عن وضع الآخر في سجن والنظر إليه كأنه حيوان، أو كأنه لا أدري شخص جاي من الفضاء. الشخص هذا لما سأل قال لي أنه يحبها، وأنا حللت الموضوع على أساس أنه يحبها، مش على أساس أنه يحكم عليها أو يوضع لها أحكام أو ما شابه. نحن لسنا قضاة، أوكي؟ من نصب نفسه إلها على البشر ليحكم عليهم، هذوك الناس أنا مش خاصتي يعني، أنا ما نحبهمش، ما نتفاهم معهم، ما نحبهم، ما نحب يكون عندي معهم أي علاقة من أي نوع، حتى علاقة يوتيوب ما نحبهاش تكون موجودة، حتى علاقة روحية أو علاقة طاقية ما نحبهاش تكون موجودة معهم. لماذا؟ لأن الإنسان اللي يصدر الكره ويصدر الأحكام على الناس الأخرى بالنسبة لي هو إنسان يكره، والإنسان اللي يكره هو مصنع للكره، ومصانع الكره لا يمكن، هي مناجم، هي مناجم، لكن ما تخرج لناش معادن نستعملوها، تخرج لنا سواد، تخرج لنا طاقة سلبية. اوكي، فأنا الإنسان اللي يصنع الكره ما نحملوش وما نتفاهمش معاه. اوكي، فتعلموا أنكم تقبلوا الآخر. بالإضافة إلى كل هذا، مثل ما قلت لكم، هذا الرجل يتحدث عن سيدة يحبها ويبحث لها عن حل، يعني هو يبحث عن حل، هو لا يحكم عليها، هو يتحدث على نفسه، على الحالة اللي هو يدخل فيها لما هي تكذب عليه، أنه يغضب ويصير شخص غير عادي. ولكنه ولا مرة في سؤاله قال أنه يكرهها أو أنه يحكم عليها، على العكس، هو قال أنا أسمع كذباتها ولا أواجهها بها خوفا على مشاعرها. الناس هذه قلت لكم هي ناس طيبة، تكذب من أجل التجمل، تكذب حتى تضع لا أدري نوع من الرومانسية في علاقاتها. يعني هي لا تكذب من أجل الكذب، هم يكذبوا مثل ما قلت لكم فقط حتى يجملوا الحقيقة، يعني حتى يغيروا من الحقيقة. طيب، رجعنا لكلمة لا توليرانس. إذا أنت أو أنت مش قادرة أنك تتحملي هذا الشخص، أوكي، ما تحكميش عليه، it's okay.
يعني انت الشخص هذا اللي طرح سؤال هو يحب هذه السيدة، مش يتحملها، هو يحبها، يعني يريد أن يمضي معها بقية حياته. أوكي، إذا أنت مش قادرة تتحمليها حتى وأنت مش معها، فهذا شيء خطير، شيء يعني خطير جدا، لازم تفكري فيه، تفكري في الأمر بصورة جدية. يعني فإذا لا توليرانس هي أننا نقبل الناس مثل ما هم، ما نطلبوش منهم أنهم يكونوا إن كوبي منا، نحن نسخة تبقى الأصل منا، وإن الحياة ما يكونش لها أي طعم. إذا كانت كل الناس تتشابه وكل الناس مثل بعضها، الحياة لن يكون لها أي طعم. ولعلمكم أنا نفضل نكون مع كذاب طيب يحبني، شخص كاذب يكذب علي أحيانا ولكنه طيب القلب ويحبني، على أن أكون مثلا مع صديق صادق ويريد أن ينسخني أو يريد أن يغيرني. النسخ أنك تنسخ في شخص آخر لا يتم إلا بالحب، لا يتم إلا بالحب، لا نغير الآخر بالحكم عليه، لا نغير الآخر بجلده. يعني أنا قاضي ونحبك أنت تتعدل، أنت مش معدل لازم تتعدل، لا، أنت تعيش حياتك وأنا أعيش حياتي، حياتي وحياتك مختلفتان، وهذا لا يمنع أبدا من أن يكون متواجدتين في نفس الوقت. والأكيد والأهم أن طاقة الحب دايما هي اللي تغلب، وهذه السيدة ستتغير، وأنا أكد لكم أنها ستتغير بمجرد ما يصبح ذلك الحلم الذي تبحث عنه في ظاهرة الكذب وتضيفه إلى حياتها، بمجرد ما يصبح حقيقة عايشاها كل يوم، فمش راح تكذب خلاص، لأنها ببساطة تعيش نفس الحلم الموجود في عقلها اللاواعي. طيب السؤال الثاني أو المشكلة الثانية كان فيما يخص العلاقات الكارمية. قالوا لي كيف ربطتي بين الموت وهو مسألة قدرية مع العلاقة الكارمية وما دخل ذلك؟ طيب ما أنا قلت لكم منذ بداية أن بدأت أتكلم عن العلاقات، قلت لكم أن العلاقات فيها شيء من القدرية، وفهمتكم، قلت لكم السبب هو أن كل الناس اللي نحن نتعرف عليها تجي حتى تعطينا درس، مهما كان هذا الشخص، حتى ولو مر في حياتك يومين، يومين فقط جاء حتى يعطيك درس. إذا أنتي أو أنت ما خذيتش الدرس من علاقتك بذلك الشخص، مهما كانت بسيطة هذه العلاقة، فمعنى ذلك أنك فاشل، فاشل في الإنصات إلى حدسك، فاشل في تقصي الحقيقة أو في تقصي حقيقة وجودك أنت كإنسان من خلال ذبذبات الكون. ليست هناك صدف، كل ما يحدث لنا له أسباب ونتائج، نحن ببساطة لا نعرف الأسباب وأحيانا لا نصل إلى النتائج، فنقول قد عرفت فلان صدفة، ولكن يجي اليوم راح تعرفي السبب اللي جعلك تتعرفي إلى ذلك الشخص، تعرفتي إليه لسبب ما، لازم أنت تكتشفي السبب. طيب العلاقة الكارمية من أخطر العلاقات في الكون، لماذا؟ لأنه فيها هي متعلقة بكارما وجودية، بكارما موجودة بين الشخصين الذين التقى أو الذين التقيا، كاين أندستا بينتهم، قدر موجود بيناتهم، قد يدوم هذا القدر لوقت معين وقد يقضي أحدهما على الآخر. نزيد لكم معلومة أخرى، نزيد نصدمكم شوية، في العلاقة الكارمية يقدر واحد يقتل الآخر، لما نقول يقتل مش شرط يقتله القتل يعني مباشر، ممكن يقتله بالألم أو يقتله بالحزن أو يقتله بمرض يصيبه من جراء الطاقة السلبية اللي تكون موجودة، يعني حمل اللي يكون موجود في هذا الرابط الروحي الموجود بيناتهم. ولكن مع ذلك نحب نقول لكم أنه أشهر جرائم القتل الموجودة في العالم نتيجة الحب أو نتيجة علاقة بين رجل وامرأة أو بين اثنين، هي حدثت بسبب العلاقات الكارمية. فهمتوني؟ الشخص اللي يسمع الحدث أو الشخص الذي ينصت إلى حدثه وينصت إلى الدروس
أو يتعلم الدروس اللي جات في هذه العلاقة هو الشخص اللي راح ينجو من الكارما هذه. وما تقولوا ليش كيف ولماذا، لأني مش راح ندخل في التفاصيل، ولكن انتو بما انكم بديتوا تطبقوا المعلومات على حياتكم، كل واحد ياخذ المعلومة ويطبقها على حياته وهو فقط بلا ما يشوف الآخرين ماذا قالوا. لا يسهل عليهم، كل واحد لا يسهل عليه في حياته. أنا ناخذ المعلومة ونطبقها على روحي، نعيشها أنا بطاقتي أنا دون مقارنة نفسي بالأخريات أو بالآخرين. فقلت العلاقة الكارمية أحيانا تكون علاقة قدرية تودي بحياة الشخصين أو بحياة أحدهما. يعني سيدة، لا أدري، ممكن تزوجت الكثير من المرات وتطلقت وتروح تتزوج بشخص يقضي على حياتها، يعني هذا الشخص هو اللي يقتلها، أو حوادث كثيرة أخرى على لا أدري. نعطيكم مثال، مثلا قصة ذكرى التونسية اللي ماتت مقتولة الله يرحمها مع زوجها. لاحظوا زوجها هذا هو شخص كارمي، وهي عاشت معه علاقة كارمية، للأسف انتهت بموتهما الاثنين في نفس اليوم. الرجل هذا معروف، هو كان معروف عليه أنه يتزوج في الوسط الفني، يتزوج من سيدات يعني مغنيات وراقصات وفنانات إلى آخره. ولكن أنا حبيت نشير فقط، أنا مش راح ندخل في هذا الموضوع لأنه خاطئني، حبيت نشير فقط إلى شيء ما لاحظته في هذه القصة، أنه هذا الرجل تزوج قبل، في إطار التحقيقات عرفوا أنه تزوج بحنان ترك، هي ممثلة مصرية، ولكن هذه الممثلة هذه لما تزوج بها، في النهار اللي تزوج بها أعتقد أن أمها أو والدها لا أدري تخل في حالة كوما بسبب مرض مفاجئ. الشي اللي عملته هذا المرأة أنه في اليوم الموالي تطلقت منها، قالت له أنا ما نبقاش معاك. لاحظوا الذكاء اللي هنا، الذكاء، تقولوا لي هذا قدر وهي قررت الطلاق، لا مش قدر، البنت هذه ذكية وروحها عالية. لماذا؟ لأنها اكتشفت أن هذا الرجل سيء وأنه كارمي ورح يحمل لها كارما في علاقتها به. بمجرد ما لاحظت كل الإشارات اللي حثت أثناء الزواج في اليوم اللي زوجت به، في اليوم الموالي قالت له مع السلامة أنت ما تنفعنيش، وتطلقت منه رغم أنه آنذاك كان هذا الرجل ثري جدا، يعني كان باستطاعته يقدم لها الكثير من الحياة اللي هم يحبوها يعني هذه الفنانات، ومع ذلك تخلصت منه. أما الشخصية الثانية اللي قتلها للأسف الشديد، فالبوهيمية اللي كانت عليها، يعني طيبتها الزايدة وعدم إنصاتها كذلك لحدسها، جعلها للأسف الشديد تكون توقع ضحيته وتروح في حادثة قتل هي وياه. العلاقة الكارمية علاقة تجيب لك درس، لازم تفهم الدرس، تفك الشفرة من الدرس اللي جابته لك، وتوقف وقفة خير، وقفة شرف، وقفة حق مع ذلك الدرس. وما لازمش تظلم، حذاري اللي داخلين في علاقات كارمية، حذاري تظلموا الطرف الآخر أو تظلموا ناس أخرى، لأنكم كل ما زادت عندكم كارما الظلم في حياتكم كل ما زاد عندكم المصائب، ردوا بالكم. الهدف منها، تقولوا لي ما الهدف منها؟ الهدف منها هو إعلاء الوعي الروحي لدى الأشخاص اللي دخلوا فيها. الناس اللي تألمت في العلاقات الكارمية هي أكثر الناس الإمباث من حيث الطاقة، هم ناس عاليين في الطاقة، إمباث لدرجة كبيرة، وناس خيرين لدرجة كبيرة، طيبين لدرجة كبيرة. ففكروا في الأمر بطاقتكم أنتم كما قلت لكم بدون أي شوائب، ما تدخلوا أي شائبة على حياتكم. عندي شيء حبيت نقوله كذلك مهم جدا، أتمنى أنه أولادي وبناتي اللي سمعوني أني أنا أعتبركم كذلك بغض النظر عن السن، أنا نعتبركم ناس واعية. يا جماعة التبادل الطاقي، وحدة قالت لي مرة، قالت لي أنتي
انت قاعدة تقول لنا نعيش بوحدنا منعزلين ولا وش هذا اللي لا. مرة كنت تحدثت عن المشاكل اللي تحدث في التبادل الطاقي بيننا وبين الأفراد. لما يكون إنسان امباث، هو يمتص طاقة الآخرين، يعني هو بصورة طبيعية في حياته الطبيعية العادية يمتص طاقة الآخرين. شو اللي يحدث له هذا الشخص؟ إنه للأسف الشديد راح يمص طاقات سلبية كثيرة. نعطيكم مثال بسيط حتى تفهموا اللي حبيت نقوله. يعني نفرضوا طفلة، بنت جميلة مثل الوردة، ولكن درجة وعيها مش عالية، تبقى تنتقل مثلا من رجل إلى آخر. بالعكس صحيح، رجل ينتقل من بنت الأخرى، يبقى يجمع في الكارمات ويجمع في الطاقات السلبية من عند هذا الناس على جسمه هو. ما أنت رجل، نفرضون رجل عرف الكثير من النساء، راه عنده قلت لكم الطاقة تنتقل عن طريق التقاء المجالات الكهرومغناطيسية، عن طريق التلامس، عن طريق الصوت كذلك، لما تتبادلوا الصوت أو المحادثات الهاتفية مع الشخص، فالروح ألف تدخل in connection مع الروح بي. أنت لما تدخل في حياتك ناس كثيرة، طاقتك تتهجن، تولي طاقة هجينة، ما توليش طاقتك بيور، فهمتوني؟ فتروح تجمع كل، بين قوسين عفوا على الكلمة، كل زبالات الناس الأخرى. ما هو الإنسان اللي يدخل في علاقات متعددة هو شخص للأسف الشديد روحه ضعيفة، يبحث دائما عن زيادة الثقة في نفسه من خلال البحث عن الحب أو البحث عن العلاقات أو البحث عن الناس. إن بو با سو سوفيغ، هو مش عايش اكتفاء ذاتي بوحده، لازم دايما يدور شخص حتى يساعده في حياته. هذا هو الإنسان المتعدد، إنسان سواء الرجل ولا امرأة. الإنسان المتعدد العلاقات هو رجل فاشل، الرجل المتعدد العلاقات هو رجل لا يملك ثقة في نفسه، لذلك يعدد العلاقات حتى يشعر برجولته، حس أنه رجل. يعني المرأة نفس الشيء، المرأة التي تعدد العلاقات هي كذلك امرأة فاشلة، تعدد العلاقات لتشعر بأنوثتها، تشعر أنها مرغوبة أو أنها باستطاعتها أن تجذب الرجال. بالفرنسية يقولوا عليها إناليموز، وأليموز كلمة مش ملاحة، يعني بين قوسين إناليموز هي امرأة سطحية، امرأة لا تهتم إلا بالجنس، امرأة ما عندهاش عمق روحي، ما عندهاش عمق شخصية، ما عندهاش يعني سيسا، يعني امرأة بين قوسين فاشلة، يعني فاشلة في إنشاء علاقة جدية، فاشلة في إنشاء علاقة صلبة، فاشلة في إيجاد الحب. فالشخص اللي يبقى عنده أصدقاء كثر وعنده معارف كثر وعنده تبادل طاقي مع كل من هب ودب، طاقته تولي طاقة هجينة، يولي عندها نمال قام دينرجي في جسمه وفي شخصه، وهذا للأسف مش مليح، لأنه بدل ما الطاقة تركز مع الروح، يعني مع السوبرا مونتال اللي عندك، تبقى تركز على تنظيف السبوتات السوداء اللي تجيك من عند الناس. فإذا بين قوسين، أنا لا أدعوكم إلى العزلة، وإنما أدعوكم إلى أنه يكون عندكم تبادل طاقي مع ناس من نفس الفريكونسي نتاعكم، ناس من نفس مستواكم الروحي، مش ناس أدنى منكم، لناس اللي تزيد تعطيكم طاقة سلبية أو تمص من طاقتكم أنتم العالية. فاهميني؟ أعتقد في سؤال لا ما قلت لي، رح نجاوب على بعض الأسئلة على آخر بوست بسرعة قبل ما نغلق هذا الأوديو. قالت لي ما تتحذفيش، لا ما طاهر قالت لي لا تحذفي محتويات القناة، وكلامك كله منطقي، والعيب هو فقط في النفوس الضعيفة قليلة الوعي، إذا حذفتيها ضعنا، ما تضيعي ما والو. مجرد أنك وصلتي إلى هذا النقطة معي في الأوديوهات، فمش راح تضيعي أبدا ولا يوم في حياتك. هنعملكم أوديو دابا غدوة ولا غير غدوة إن شاء الله، هنعملكم أوديو كيف تتفادون الناس الأغبياء في حياتكم. لو تفهموا هذا الأوديو وتسيروا به في حياتكم، راح تعيشوا عيشة يعني في غاية الروعة.
كانت قالت لي وحده ما بانها ما لقاتش الحزام الرصاصي في الاونلاين. حزام الرصاصي يا جماعه موجود اونلاين، هو الحزام قلت لكم اللي يستخدموه في الصيد البحري، الناس اللي تصيد تحت الماء تصطاد تحت الماء، فموجود. اعتقد هي ريمانة. آه ريمانة قالت لي ريمانة قالت لي هي ريمانة قالت لي بحثت عليه وبحثت عنه وما لقيته، وكل ما أطلب من شخص يجيبه يقول لي استهدي بالله يحسب راح ننتحر بحبل الرصاص بعد الشر عليك موجود ريمانة الحبل الرصاصي موجود، تقدري تشري في أي كنكيري في أي حانوت هذو اللي يبيعوا العقاقير، خذي أي حزام عندك في الدار افتحيه في آخره ودخل الحزام الرصاصي فيه. كان سؤال واحد آخر كنت حابة أجاوب عليه قبل ما نختم الأوديو، أتمنى نلقاه. هو سؤال لنونا. نونا أنا جاوبتك في الكثير من المرات، أما أنت كل ما تكتبي لي تقولي لي يعني خليت لك سؤال وما جاوبتنيش. جاوبتك حبيبي في الكثير من المرات من قبل، مش على هذا السؤال، ولكن جاوبتك على أسئلة سابقة. قالت لي نونا أنا طاقتي كنت أعاني كثيرا من الرفض، عندما توازنت وتخلصت من الرفض أصبحت أعاني من الترك، من ألم الترك، وأخاف من الترك وأحزن كثيرا، خوف كثير مؤلم، خصوصا عندما انتقل أصدقائي إلى مدينة أخرى حزنت، وشعور الترك أذاني كثيرا، وأصبحت أتذكر مواقف متشابهة تركت فيها في المراهقة وحزنت كثيرا رغم أني أنا لين عانيت طوال حياتي من الرفض. نشوف في الأخير إذا فيه جديد. أوكي قالت لي كيف أوكي على حسب وش فهمت، نونا كانت تعاني من الرفض طول حياتها، ولكن انت تعاني من الرفض وتعاني من الترك، اما الجرح اللي كان واضح واللي كان مغطي على الترك هو الرفض، لذلك لما عالجتي او تشافيتي من الرفض ظهر لك الترك، وهذا الطبيعي، يعني كل ما نشفيه مشكلة لو ظهر لنا مشكلة اخرى سي لوجيك، يعني هذا المنطقي اللي يحدث. فالجزء الاخر من سؤال نونا قالت لي انا وتوأمي لا نتواصل كثيرا على فترات متباعدة، لكني أشعر بداخلي بحزن شديد، بحزن، أشعر بداخلي بحزن، وشيء غريب، وأشتاق له كثيرا، وأصبحت أشك في حب له، وحبه هو لي، هو لين، سواء نساء ولا رجال عندهم مشكلة، قلت لكم عندهم مشكلة في لا ديبوندونس افكتيف، عندهم مشكلة في التعلق العاطفي. فأحيانا يحسوا أنهم يعشقوا أو يحبوا بجنون، وأحيانا يحسوا نفسهم كأنهم ألواح باردة، ألواح جامدة. أنا قلت لكم هذا الكلام فيما سبق، وقلت لكم السبب في ذلك هو أنه حصل فيه بيرتورباسيون أو اضطراب في عملية التعلق لما كانوا صغار، وهذا اللي أدى بهم إلى حصول ذلك. فأنتي من جهتك، أنتي من جهتك على الأقل نشرح لك الموقف، أنتي تشعرين أحيانا بالاشتياق له لأنك تحبه، أكيد الحب موجود، ولكن تبرد مشاعرك تجاهه أحيانا حينما تعودين إلى العقلنة، يعني لما تعقلن العلاقة وتجدي أنها علاقة صعبة ولا مستحيلة ولا فيها الكثير من العوائق ولا فيها الكثير من المشاكل آخره، تقولي خليني منه، فما تحبيش تحبه. دونك هناك حب الحب وهناك الحب، حب الحب هو اللي يجي من الطاقة العقلية اللي يجينا عندنا من عقولنا نحن، ويحصل نتيجة الكثير من المشاكل، يعني في كل مرة تشعري فيها مثلا بالخيانة أو بالإهمال أو بالإيجو اللي يطلع عندك راح تقول أنا ما نحبوش، ولما تشتاقي ليه تكوني في طاقة جسمية أخرى، في طاقة عقلية أخرى، ولكن مش طاقة عقلية، هي طاقة مشاعرية أكثر، لذلك تشتاقين إليه. أما بالنسبة لليانج، اليانج لا، أنت تقولي لي انا مش واثقه من حبه ليه، انا نقول لك اذا يحبك فهو يحبك، ما يحبكش ما يحبكش. اليانج ما عندهمش 50,000 طريقه للحب، عندهم طريقه واحده للحب ويعبروا عليه ويعرفوه، هم يعرفوا بوجوده ويعرفوا من هو الشخص الثابت بحياتهم ومن هو الشخص المتحرك. يعني اليانج كرجل اذا حبك فهو يحبك ما فيش شك.
فقالت لي نونا كيف حب بهذا القدر وفراق وهجر بقدر كبير أيضا، لكن الشيء المشترك بيننا أننا كلما ابتعدنا نعود لبعض، وهذا دليل آخر على أنكم تحبوا بعضكم، لا تستطيعون أن تعيشون أو أن تفترقوا لمدة طويلة، ما تقدروش تعيشوا بلا بعض. حتى ولو سلام واطمئنان عن الحال، لا